جاء الحين وقت القشطة، بعد ما ذوبنا الزبدة مع التمر نحط عليهم القشطة. المكسرات تحطون لي على ذوقكم اللي تبونه، بس انا حسيت اكثر شيء يلبق مع التمر اللي هو الفستق والجوز واللوز، لكن ممكن تحطون مثلا كاجو، بيكان، اللي تحبون. الجزء الثاني من التمر هذا فردته على جنب وبلفه او بأطبقه على الجزء الاول.